صغير حولوه للتسعة فري اللي تو هون محوه أصل، حولوه لتسعة فري. نضنا أصباح مشينا لتسعة فري، خرج لنا زهير واحد ما تعرفوش، محطم من كل شيرة دقدق. خرج قعد معنا شوي، قال هكا جبدة وخطفة، قال لك هو ماكلتيه هون حي، ورغم اللي هو ما لازمش يعيش هو حي. قلت له باه، سكت. قعد والله كيفاش بنزيد نحكيك. مشي باش ما طولتش المحاكمة، ما يمتع في سنة زعما باش يحاكموه. كاني نتذكر هيك شو حولوه لل باش يعدوه على المحكمة. صغير جايين من الداخل ومن الخارج والجماعة الكل، وتعرفوا كيفاش جايين كلهم. الصغير بصراحة المحكمة تملأ وتفرى، ومن برا ومن داخل. صغير قال ما ندخلش ما ندخلش، يجي المنكبي هذا، كان صدقني ربي اسمه وليد المنكبي ولا يا ربي مكرم، يجي يحكم عليه على البلاصة عامين واربع شهر، لا شافه ولا يعرفه ولا حد شيء. كلمة الحق ما سمعهاش منه، ما قعدش يستنى. نجم انت تونسي وعربي ومسلم، نجم تستنى حتى لين هو يدخلك ويجيك. لا، هو كيف رفضني حكم عامين واربع شهر. خلطنا هنا عبد الوهاب مع طروه، وخلطنا كل المهم اللي يجي قد يجري يجري. مشينا الباقي رجعنا لتسعة فريق، دخلوا زهير غادي، ما يتصورش، ما يحسبوش باش يحبسوه هكاك، معناها الحكم ما يحسبش هكا. حكموا عليه كيما حبوا هو. بعد يمكن هزينا له، والله ماني عارفه مشينا له زياره في 9 فريل ولا ما مشيناش. نهار اللي ما مشيناش حولوه طول المرنقي، المرنقي ومعاناة المرنقي، وشدوا غادي ما عملوش الحم، ما رحوهش في الماكينه. اما زهير مشي، معناها تم يسل زهير حتى ولا العظم، هذا العظم والله ولا جوي. كل وين نمشي نزوره زهير نلقاه نقص القفة هذه، ما ياكل منها شيء. يهزوا هم كان نهز الزيارة، يحطوا معاها تفش، تصور أم، ونبدا نعمل فيك القفة وننظف فيها باش ولدي ياكل منها على الأقل. نبدا قاري حسابي حتى في يخلي حاجات، يخلي كسكروت مثلا على طول الأسبوع. هذا قال لي يامي ما تجينيش، كل تجينيش مرتين في الجمعة، عندي الحق في مرتين، نمشي مرة واحدة نوصل له. يحلف ويعاود قال لك تفش ويخلوا له هكا نوقف، نقعد نفارع فيها وكيفاش انا نلمها. قال لك يخلي هذه الكل، هذه هاي مخلوطة بال، يمكن بهاك العصي اللي عندهم ملطخين راهم بالدم. اما قال لك القش فيها محطوط الماكلة من فوق، فيها تفش نتاع الصباب طلوطة نتاع القاع.